العيش ده شيء حي، خميره بتطلع عيش، فلازم نتعامل معانا كانه بني ادم. معناه كده ان ساعات ممكن نزعق له، لو انا زعقت العيش اقول له يعني بص احترم نفسك. عمال اشوف يعني دي حاجه كويسه الحقيقه، مش قصدي تريقه، بس انا هتريق. كميه العيش والساور دو اللي بتتحط على الانستغرام والفيسبوك والتيك توك كل السوشيال ميديا حتى في الصين متهيألي كميه مهوله، دي حاجه كويسه يعني ناس بتعمل عيش في البيت جريت تمام. فسالنا ايه يا جماعه، سالنا بقى اصحابنا، على سالنا ناس بقى من خلال السوشيال ميديا وكل الكلام ده، ايه اسئلتكم بالنسبه للعيش؟ وانا هرد، هحاول ارد. ربنا يستر. عندنا ايه بقى؟ اقولكم حاجه، لو انتوا بتشوا عندكم شوي وقاعدين في وادي دجله مثلا وعايزين تعملوا عيش، اعملوا عيش. فاحنا على حسب بقى الاخراج بتاع العيش هيبقى عامل ازاي. انا ممكن العيش ممكن يستوي بالبخار، العيش ممكن يستوي بقى على النار جوه فرن، العيش ممكن يستوي ان هو يبقى مقلي، والعيش ممكن يتعمل على طاسه. اصل انا ما عنديش فرن بروفيشنال. لا ما هو ثلاث ارباع الناس على فكره ما عندهاش فرن بروفيشنال، ده في مطعم ما عندهاش فرن بروفيشنال بس ايه بيعرفوا يطلعوا عيش. الجلوتين ده نوع من انواع البروتينز اللي موجوده في بالذات في يعني اكثرهم موجود في الدقيق اللي جاي من القمح سواء كامل او مش كامل. يعني ده البروتين ده احنا بالنسبه في شغلنا بقى الخباز او الشيف او بتاع ده بيعمل لما نقعد نعجن بيعمل عرق. يعني شفتوا عملتوا اكيد عملتوا مثلا عجينه زلابيا، مش هي بتمط معانا كده؟ اللي بيسبب في المطه دي جلوتين. معلش السؤال ده سؤال وجودي. ما هو ايه احسن نوع عيش؟ انا ممكن اقول البريوش، بريوش اتات، لكن لو انا هاكل فول هل هاكله بالبريوش؟ لا. يبقى احسن نوع عيش هنا بقى ايه؟ عيش محمص كده محمرش كده من الفرن. لو انا هعمل فته تمام سواء بقى فته المكدوس السوري او اللبناني او الاردني او فته بتاعتنا، هل ينفع ان انا اعمله بالبريوش او اعمله بالعيش اللي طالع من الفرن؟ لا، ساعتها انا عايز عيش شامي. لو انا هاكل لو انا عايز فلات بريد مثلا مع تاكوز مكسيكي، يبقى احسن نوع عيش هنا يبقى ايه؟ التورتيا ده نوع عيش على فكره، التورتيا ده يعتبر نوع عيش. السؤال نفسه مش في محله. ايه اصلا ساوردو؟ اشهر ساوردو السان فرانسيسكو ساوردو. سان فرانسيسكو ساوردو تكوين الساوردو ده بيبقى خميره طبيعيه من الجو، فبيبقى عنده بيبتدي بحاجه اسمها ستارتر. ستارتر دي بتبقى شويه ميه على شويه دقيق، وبتتعرض للهواء، هواء الطلق طبعا في شاش او مش عارف ايه وبتاع، فبتتلقح بالخميره او البكتيريا والحاجات اللي مش بكتيريا ضاره من الجو نفسه. العيش ممكن يهبط لعده اسباب. لو اول حاجه ما اتعجنتش كويس فما عملتش عرق، يبقى يا اما الخميره ناقصه، يا اما الخميره اساسا كانت ميته فما فيهاش مفعول، يا اما ان هي الخميره كانت جيده واستخدمت دقيق كويس بس ما عجنتهاش كفايه. اسئله العيش مش هتخلص والردود طبعا مش هتخلص، بس سيبك من الاسئله تعال نجرب. العيش عامه مش صعب، لو عايزين تعملوا العيش صح كل مره محتاج تركيز و ميزان. احنا هنعمل ساوردو بتاعنا عجين، بس عجينه مش هتحتاج تتعجن تاني ولا عجانه ولا اي حاجه من الحاجات دي، عباره عن دقيق ميه ملح وخميره. انا هحط الحاجه هنا وبتقعد في الثلاجه، فده الطف شيء في الموضوع. هبتدي بقى ايه الميه، انا عايز تقريبا وزن الميه تبقى نص وزن الدقيق، 250 جرام ميه، 6 جرام خميره فوريه، وبتاع مثلا ايه معلقه شاي صغيره من ملح. الملح مهم في العيش، بس مش بس عشان بيحسن الطعم، بس بيحسن العرق بتاعك. هنحط 500 جرام نص كيلو دي عادي، لو مكلكع شويه العيش ده شيء حي، خميره بتطلع عيش، فلازم نتعامل معانا كانه بني ادم. معناه كده ان ساعات ممكن نزعق له،
احنا عايزين اللي انا ببص عليه، انا عايز ايه؟ انا عايز عجينه ممكن نقول مش مبلوله بس منديه شويه. كل اللي بعمله انا بس بجمع الايه عجينه مع بعض، هو ده اللي انا عايزه. شايفين المنظر ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه. بعدين الاستاذ اللطيف ده، اوكي انا هسميه تامر. تامر هيقعد في التلاجة. هيقعد في التلاجة قد ايه؟ يوم. حته ساقعه في التلاجة بس مش في الفريزر، انا مش عايزه في الفريزر. انا عايز الخميره تشتغل بس تشتغل بطيء خالص، كان زي ما احنا بنعمل ايه، زي الفرهده اللي احنا فيها في رمضان في الصيف. هنشتغل بس بطيء شويه. دي عجينه اتعملت من يومين. كل اللي انا هعمله احط شويه دي على ايدي ودي على وش العجينه، يا دوب حاجه بسيطه. واجيب السكينه، ناخد العجينه اللي احنا عايزينها، وزن العجينه واقطعه بمقص. فسي مثلا هي دي حجم الوزن العجينه اللي احنا عايزينها، وبايدينا زي ما احنا كده، مش هحطه على البنش، نجمعهم كده داير ما يدور لحد ما انا اخلق زي طبقه واحده، وبعدين نحطه على الترابيزه عشان نسويه. هيجي من الجناب كاراتي تشوب كاراتي تشوب كاراتي تشوب. كل ده انا بخلق تنشن، بخلي الطبق اللي فلوش تبقى مشدوده. دي انا عايزينها تخمر بره الثلاجه بقى عشان دي هتخش الفرن. انا عندي هنا شويه دي ذره اصفر، شوب شويه على اي صينيه. يعني احنا عندنا بتاعه البيتزا دي، لو ما عندكوش بتاعه البيتزا دي في البيت ممكن تاخدوا صينيه زي دي تقلبوه على ظهرها. الفكره ان انا عايز احط العيش على حاجه اعرف اعمل سلايد جوه في الفرن على طول، ونسيبها ايه تخمر. عايز بقى اطلع بقى الاشكال بتاعتها، هقعد اقطع منه دلوقتي حركه ديزاين، بس يخليها دي تخمر بقى. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هدخل بتاع ده الفرن. الفرن ده طبعا ما حدش عنده الفرن ده في البيت، لكن الفكره هنا ان احنا هنحط هنظبط درجه الحراره على 180 190، تمام؟ وهتحطه صينيه او كسروله صغيره اليد بتاعها معتن، وفيها شويه ميه عشان يعمل بخار. بس كده، بس نقفل الفرن هو عارف هيعمل ايه. هتاخد لها مثلا تقريبا ايه، مثلا نص ساعه، 35 دقيقه في الحدود دي. فهي خمرت فرشت ودلوقتي هتعلى بسيط قوي وخلاص. بيرفكت، سهله قوي. ده بقى العيش اللي طلع، ده اللي حقيقي انتوا هتطلعوه من البيت. الكراست يعني ممكن نقول الكراست خفيف شويه، عشان انا عارف ان الفرن بتاعت البيت عاده ان احنا عايزين كراست عنيف هنسيبه فتره اطول، او هنعلي الحراره فوق اعلى من 180 190. شكرا لكل اللي بعت الاسئله بتاعت العيش. ايه اقتراحاتكم؟ ممكن تبعتوا لنا على اي بوست من بوستاتنا على الانستغرام او المواقع التواصل الاجتماعي، اني اوف ذا سوشيال ميديا، كومنتس على كومنتس هنا تحت، اوكي؟ واشوف وهرد عليكم ان شاء الله، ميبي لو سؤال عجبني يعني هرد، لو سؤال ما عجبنيش مش هرد، صريح.